السلام عليكم. تحس لإجراء مقابلات تاع الفريق الوطني المقبلة في تصفيات كأس إفريقيا أو كأس العالم، تقرر إعادة إحياء الأرضية تاع ملعب نيلسون مانديلا باستعمال المعالجة الضوئية اللي يعني جعل ملعب براقي، الملعب الأساسي للفريق الوطني. وقد سبق لي وان قلت انه من الصعب جدا ان نبقي ارضيه تاع ميدان تاع ملعب كره قدم خضراء طوال العام. هذه يعني هو مش محال، هي ممكنه، لكن تكلف اموال كثيره، لازم عنايه مركزه وصيانه يوميه ومكلفه من ناحيه اليد العامله وكذلك من ناحيه الوسائل. اذا باه ان نكون نستعمل الملاعب نتاعنا على يعني باحسن استعمال، لابد ترسيم برنامج سنوي لكل المقابلات الهامه في كل ملاعب. لازم كل ملعب تكون عنده برنامج نتاع المقابلات التي سوف يحتضنها، مقابلات وطنيه ولا مقابلات دولية، لازم يكون في هذا البرنامج، والصيانة نتاع الملعب تندار على حسب البرنامج نتاع المقابلات. هذا هو الأهم، لازم تكون فيه برنامج مسبق باش ندير ناخذ الإجراءات نتاع الصيانة وتاع التحضير تاع الأرضية على حساب المقابلات هذه المبرمجة، ماشي نديرو في العشوائية. في ظل العشوائية والارتجالية أكيد ما راحش نلقاو الملاعب جاهزة في عندما نحتاجها. إذا هذا هو، لازم البرمجة نتاع المقابلات سنة من قبل لكي ناخذ الوقت باش ندير هذيك الصيانة على حسب التوقيت تاع المقابلات. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.